يا معشر المسلمين، قتل أبو قتادة. أقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إنه برد أبي قتادة خط به مشركا لتعرف أنه هو من قتله. يا رسول الله إنه ابن عيينة، يا رسول الله إنه ابن عيينة. أدركوا إخوانكم. إلى أين يا عم؟ إلى الحبشة. وماذا في الحبشة؟ أفكر في الرحيل إلى الحبشة والعيش في كنف النجاشي. ويحك، ماذا دهك؟ والله إنك لبيون يا خالد، وأنا لنا أن ندرك أنا وأنت إنما نقاتل رجلا لا يغلب، لا يغلب. لا أعرف ماذا أقول لك يا عمرو. لا تقل شيئا، لا تقل. إنني ذاهب إلى الحبشة إلى أن ينقضي الأمر بين محمد وقريش، مع أنني واثق أن الظفر له. لا أراد لأمره أحد، لا أراد لأمره أحد. لما يا عمرو؟ لأنه نبي يا خالد، نبي، وأنا لنا أن ندرك ذلك. خالد، إن أحلام قومك لا تتعدى مكة وجوارها، ولكن دعوة محمد للدنيا كلها، للبشر جميعا، أسودها وأحمرها وأبيضها، وإن أرض قومنا لتضيق بنا يا خالد، تضيق عن آمالنا وأحلامنا، فلنتدبر ونتفكر. ماذا دهاه؟ ماذا وراء فارس مخزوم؟ وفي هذا العام من شعبان في السنة السادسة للهجرة وصلت أنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبائل بني المصطلق تحالفت مع بعض القبائل المجاورة واجتمعوا عند ماء المريسيع للإغارة على المدينة المنورة، يقودهم الحارس بن ضرار سيد بني المصطلق. انطلق رسول الله بجيش من المسلمين إلى ماء المريسيع، واستعمل أبا ذر الغفاري على المدينة، ودار قتال بين الطرفين نصر الله فيه نبيه، وعاد بالغنائم بعد أن فر بني المصطلق إلى الجبال والتلال المجاورة. وقد أظهر الله لنبيه بعد هذه الغزوة ما كان من أمر المنافقين وما فعله عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. وعندما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله بما قال، أجابه الرسول الكريم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. صلى الله عليك يا رسول الله، ما أحلمك وما أكرمك. ما لي عمرو بن العاص قد جاء الحبشة مرة أخرى وهو يحمل الهدايا للنجاشي؟ تخوفت من قدوم عمرو بن العاص يا خالد؟ إنه لداهية، وإني متخوف من أن يفتن النجاشي ويحرفه عنا فيسلمنا إلى قريش. لا تخشى هذا يا خالد، فما الملك النجاشي إلا أخ لنا في الدين، وها هو قبل أيام قد استقبل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وهو الذي دفع مهر أم حبيبة لتكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما
للمؤمنين بعد أن طلقت عبيد الله بن جحش لارتداده عن دين الإسلام ودخوله في النصرانية. أرجو أن يصيبنا إلا الخير يا جعفر. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مرحبا مرحبا بصديقي عمرو القرشي. ها، بماذا أتيت؟ أتيتك برجاء. قل قل يا عمرو. يا جلالة الملك، يا ملك الزمان، تعرف ما بيننا وبين ذلك الرجل، أعني محمد الذي يقول عن نفسه نبي ورب الكعبة، إن أموره تعلو علوا منكرا ويتبعه الناس من قبل العرب جماعات وقبائل وأفراد، وقد رأيت أن نلحق بك أنا وبعض أصحابي، فإن ظهر محمد على قومنا نكون عندك أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. وقد رأيت رسول محمد عمرا ضمري خارجا، فلو أعطيتني إياه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا. ويلك يا عمرو. ذهبت نفسك يا عمرو، ماذا جنيت على روحك؟ ورب الكعبة، لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. ويحك ويحك، دعوني وعمرا وحدنا، هيا. ويحك يا عمرو، فأنا أسلمك موفد رسول الله تضرب عنقه؟ تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ أهو كذلك؟ بلى بلى والله. أطعني يا عمرو واتبع نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. ها، أتبايعني يا عمرو؟ بلى والله. ابسط يدك. بعد غزوة بني المصطلق جاء الحارث زعيمهم ليفتدي الأسرى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعيرين احتبسهما بالعقيق،